صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، حيث سيتشرف الحضور بعد قليل برعاية وتفضل حضرة صاحب السمو بافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي 14 لمجلس الأمة. إذن أيها الإخوة والأخوات، وصل حضرة صاحب السمو الآن إلى مجلس الأمة، حيث كان في استقباله السمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، وأيضا حيث كان في استقبال سموه كلا من رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ونائب رئيس مجلس الأمة مبارك بني الخريرج. إذن أيها السادة، إن الممارسة الديمقراطية التي تعيشها الكويت حالياً ومنذ افتتاح أولى جلسات مجلس الأمة في 20 يناير من عام 1963 تؤكد أن الديمقراطية الكويتية الحقيقية تمثل أفضل الحلول الممكنة لصياغة التنوع الاجتماعي والفكري في إطار من الوحدة الوطنية، وهو ما دائماً يدعو لها حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه. في هذه اللحظات والسادة، دخل حضرة صاحب السمو أمير البلاد وفي معيته سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح إلى مجلس الأمة، حيث سوف يتشرف بعد قليل الحضور برعاية وتفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد بافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي 14 لمجلس الأمة. أيها الإخوة والأخوات، إنما يشهده عالمنا العربي من أحداث وتطورات يضع اليوم نواب الأمة أمام مسؤولياتهم الوطنية الحقة التي تفرض على الجميع التمسك بالوحدة الوطنية وثوابتها الراسخة وقيمنا ومواريثنا الأصيلة بخصوصيتنا الديمقراطية التي نفاخر بها الأمم والشعوب، إطلاقا لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، صدق الله العظيم. إذن أيها الإخوة والأخوات، إن الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها وصيانة الوحدة الوطنية واحترام القانون وتنمية الاقتصاد هي مسؤوليتنا جميعا، كما أكد على ذلك حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه افتتاح دور الانعقاد السابق من الفصل التشريعي 13. في هذه اللحظات أيها السادة، نشاهد وإياكم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وبجانبه سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، حيث سوف يتفضل بعد قليل حضرة صاحب السمو الأمير بافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي 14 لمجلس الأمة. فهو أيها السادة قائد هذه المسيرة الديمقراطية، فهو أيها السادة نشاهد وإياكم
قائد هذه الممارسة البرلمانية التي تناهز 50 عاما حتى الآن. اليوم أيها السادة نحتفل بافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي 14 لنؤكد للقاصي والداني تمسك أهل الكويت حكاما ومحكومين بتلك المسيرة والحفاظ عليها، كما أكد عليها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. لقد أكد حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه في كلمات وفي خطب سابقة، لقد قال سموه: قدرنا أن نحرص على نظامنا الديمقراطي وأن ندافع عنه وأن نتمسك به ونحميه من كل جور على قيمه أو تجاوز على حدوده وخروج على أطره أو تعسف في ممارسته حتى لا يتحول إلى أداة هدر لمقومات هذا البلد ومقدراته. إن قلوب وأفئدة وأنظار الكويتيين اليوم تتجه إلى قاعة عبدالله السالم الصباح بمجلس الأمة من أجل تحقيق آمال وطموحات هذا الوطن العظيم ومواطنيه الأوفياء، وبتأكيد التعاون المنشود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل حاضر ومستقبل الكويت وأبنائها. ما زالت أيها السادة كاميرا تلفزيون دولة الكويت تنقل لحضراتكم وقائع هذا الاحتفال، وهو الاحتفال بافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي 14 لمجلس الأمة، حيث يتفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد بعد قليل بافتتاح هذه الجلسة في مجلس الأمة. أيها السادة، تتميز الكلمات التي يوجهها سمو أمير البلاد حفظه الله للشعب الكويتي والتي يلقيها في مناسبات عدة بأنها تخرج من القلب لتدخل القلب، حيث لها وقع آخر مختلف، فالمتابع والمستمع لها يجدها واقعية تحاكي الواقع الشعبي، وتخرج وكأنها حديث الأب لأبنائه، حديث من يستشعر هموم شعبه ومشاكله وما يختلج في أسارير أفراده. لقد عودنا سموه حفظه الله أن نشاركه ويشاركنا هموم الوطن، مؤصلا بذلك مبدأ هذه الأسرة الحاكمة منذ القدم في توطيد العلاقة بين الحاكم والمحكوم والشورى بينهما. كان الخيار الأول أن نكون شعبا نعيش على هذه البقعة من الأرض ولنا عالم يرفرف فوق حدودها الجغرافية، حيث اتفقنا على أول قانون لهذا الأرض أن الكويت وطن للجميع. ثم كان خيار الديمقراطية والدستور لنمط الحكم لخلق عنصرين أساسيين في الدولة هما الحاكم والمحكومون. وحسب قول أرسطو أيها السادة، إن المحافظة على النظام الديمقراطي يعتمد بالدرجة الأولى على شخصية الحاكم، فكلما كان ديمقراطيا خلق نظاما ديمقراطيا، وكلما كان نظام الحكم أفضل، وهذا ما عهدناه في فلسفة حكم صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه وعشقه لهذه الديمقراطية التي نعيشها اليوم. أيها السادة، لقد حرص سموه دوما أن يكون القائد الوالد، فهو أيضا حري في قياس نبض عامة الشعب، وأن يكون قريبا من طموح وآمال أبنائه ومراقبا لأجواء الساحة السياسية.
حيث نراه دائما ما يؤكد أهمية التكاتف والتآلف بين فئات المجتمع حفاظا على اللحمة الوطنية. هذا هو سمو الأمير حفظه الله، هذا هو مصدر الوحدة، حيث نستمد منه هيئتنا ونستمد منه قوتنا ووجودنا. إننا ركيزة أساسية لمفهوم الديمقراطية الحقيقية، وإننا نتاج مبادئ الحقوق والواجبات والحريات المدنية، وعلينا ألا نسمع لأصوات النشاز، وأن نضع الكويت أمام أعيننا وأن نحافظ عليها. سموه حفظه الله يدعونا دائما لنكون صناعا للقرارات وروحا للمبادئ الدستورية. سموه حفظه الله يريد أن نكون دعما وسندا حتى تكون الديمقراطية مكسبا للمجتمع بكل المبادئ من حرية ومساواة. سموه يدعونا أن نكون قلبا للديمقراطية. سموه يدعونا دائما في نطقه السامي أن يكون شعارنا التعاون والتكاتف من أجل تجاوز جميع الصعاب والعقبات التي تؤثر على حاضر ومستقبل الكويت. سموه حفظه الله دائما يرسم لنا مفهوم المواطنة الحقيقية، وعلينا أن نراجع أنفسنا وألا ننقاد بفلك الفوضى والمحسوبية. هنيئا لكم يا أهل الكويت بقائد عبقري فذ، وأطال الله بعمرك أيها الأمير الديمقراطي، وجعلك ذخرا وفخرا وعزة وكرامة لنا ومنهجا لوحدتنا الوطنية، وحماك الله قلبا نابضا لديمقراطيتنا الأصيلة. أيها السادة، ما زلنا وإياكم على الهواء مباشرة من مجلس الأمة، ننقل لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة وقائع افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي 14، حيث سيتفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بعد قليل في افتتاح وقائع هذه الجلسة. سموه حفظه الله دائما ما يركز ويؤكد على ضرورة مفهوم المواطنة الحقيقية، وكذلك المتتبع أيها السادة إلى خطابات سموه التي يوجهها لشعبه، نجده دائما يؤكد على وحدة الصف وأخذ الدروس والعبر من جميع المواقف التي تمر بها الكويت. ودائما ما يؤكد سموه إيمانه بأن الكويت هي الوطن والملاذ والحصن، وأيضا يؤكد مجددا العهد بالتفاني في حمايتها والحفاظ على سلامتها، مبينا ثقل هذه الأمانة التي يحملها في قيادة هذا البلد وهذا الشعب وواجبه تجاه أبناء وطنه، والتي أوجبت على سموه توجيه العديد من الكلمات من أب لأبنائه ليشاركوه مشاعره وهمومه كما هو يشاركهم ذلك. لقد أكد سموه أيها السادة في العديد من خطبه في مجلس الأمة أصالة هذا الشعب وما جبل عليه أبناؤه من الحب والتراحم والوحدة والتضحية وتمسكهم بقيمهم الأصيلة وتحديهم الصعاب وتجاوزهم التحديات للوصول إلى الكويت الحديثة الآمنة المطمئنة بما تتميز به من مكانة عالمية، وما تتمتع به من حرية وديمقراطية، مستذكرا دائما سموه جهود الأجيال السابقة في بنائها وتضحية الشهداء والأسرى وما تعرض له من اعتقال وتعذيب وقتل، والذي لم يزدهم إلا إصرارا على الوحدة والكرامة.
لقد بين سموه حفظه الله في هذه المناسبات أنه يشعر بما يشعر به الشعب من أحداث قد يكون نهايتها الضرر بالمواطن، وأيضا دائما ما يبين سموه في حديثه إلى أعضاء مجلس الأمة وإلى أبنائه، دائما ما يبين حضرة صاحب السمو أن السلبيات والقصور في الجوانب التي يجب التصدي لها بالمعالجة من خلال وضع الحلول الإيجابية وليس بالإثارة والتحدي والتشكيك والشحن. لقد أكد سموه على أن تكون المرحلة الحالية مرحلة تعاون وتكاتف ووئام وأخوة تتطلب الوضوح والشفافية ونسيان الماضي وفتح مجالات أوسع للتعاون بين السلطتين لحصار الانفلات والفوضى والمشاحنات التي تؤدي إلى تهديد أمن الوطن ومقدراته ومكتسباته. في هذه اللحظات والسادة يدخل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى قاعة عبد الله السالم الصباح وسط ترحيب من قبل أعضاء مجلس الأمة ومن قبل الضيوف الكرام الذين حضروا هذا اليوم لمشاركة سموه بافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي 14 لمجلس الأمة. فأهلا ومرحبا بك يا حضرة صاحب السمو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة
وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. صدق الله العظيم. يتلو الأمين العام مرسوم الدعوة. مرسوم رقم 275 لسنة 2013 بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر بعد الاطلاع على الدستور وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا بالآتي: مادة أولى: يدعى مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر صباح يوم الثلاثاء 24 ذو الحجة سنة 1434 الموافق 29 أكتوبر 2013. مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة وينشر في الجريدة الرسمية. نائب أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح، صدر بقصر السيف في 11 ذي القعدة 1434 الموافق 17 سبتمبر 2013. ليتفضل حضرة صاحب السمو بإلقاء النطق السامي والخطاب الأميري. بسم الله الرحمن الرحيم، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الأكرمين. الأخ رئيس مجلس الأمة، الأخوة الأعضاء والمحترمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم أكرم تحية، ويسرني أن ألتقي معكم اليوم افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر، سائلا العلي القدير أن يلهمنا جميعا السداد والرشاد والتوفيق. ولقد أسعدنا كما أسعد الكويتيين جميعا ما لاحظناه في الآونة الأخيرة من مؤشرات طيبة وتوجهات إيجابية لمجلسكم الموقر لتلمس مفهوم المواطنين وتقصي اهتماماتهم واحتياجاتهم، وكذلك ما برز من بوادر الحرص المشترك على التشاور والتعاون بين المجلس والحكومة وصولا إلى ما يحقق المصلحة والخير للوطن والمواطنين. ونحن بدورنا نبارك هذه المبادرات والتوجهات ونراها مدعاة للتفاؤل وفاتحة خير لمرحلة واعدة من العمل الجاد والممارسة الفعالة لدوركم في الرقابة والتشريع، وتجسيدا عمليا طيبا للتعاون البناء وفقا للمادة 50 من الدستور. إن الدستور هو مرجعكم والميثاق الذي يحكم بينكم وينير طريقكم، ولنا في قضائنا العادل المشهود له بالنزاهة والحياد خير ملاذ فيما تختلفون حوله من أمور، فقضاؤنا دائما موضع اعتزاز
وتقدير من الجميع. الأخوة الأفاضل رئيس ومجلس رئيس وأعضاء المجلس المحترمين، لا شك بأن مظاهر الخلل التي تعيق مسيرة العمل الوطني هي حصيلة أخطاء وممارسة سلبية تراكمت عبر الزمن وتكرست معها الكثير من المفاهيم الخاطئة الضارة، وقد بات من الضروري تصحيح هذه المفاهيم وإعادة الأمور لنصابها الصحيح، ولا سيما بعد مضي عقود طويلة على قيام مؤسسات الدولة الحديثة، وقد حان الوقت لإطلاق مرحلة فاصلة جديدة ونقلة نوعية كبرى هدفها الإصلاح الشامل واستكمال البناء والتنمية والتطوير في كافة مناحي الحياة، بما يستوجب إعادة النظر في تشريعات وسياسات ومفاهيم وممارسات تجاوزها الوقت والظروف ولم تعد صالحة لحاضرنا ومستقبلنا. كما حان الوقت لاعتماد منهجية عمل جديد تستهدف إحياء وتفعيل قيم ومبادئ ومفاهيم أساسية لمسيرتنا الوطنية الحاضرة، تتكامل فيها الأدوار وتتضافر فيها كل الجهود وتتجسد فيها روح المسؤولية والجدية والانضباط والمساءلة والمحاسبة الموضوعية في إطار وطني شامل يكفل تحقيق الأهداف الوطنية ويرتقي بوطننا إلى مكانته المستحقة. وفيما يلي أبرز أبرز محاورها: إن أهم أولوياتنا دائما وأبدا حماية أمن الكويت داخليا وخارجيا وتأمين الاستقرار وسيادة القانون، ولا تهاون أو تساهل في ذلك، فاجعلوا أمن الكويت واستقرارها دائما نصب عينكم. ثم بعد ذلك العمل غاية جهدنا لإسعاد الكويتيين جميعا وتوفير أسباب الرفاه والحياة الكريمة لهم. إن من أهم نعم الله على هذا البلد الأمين أن ألف بين قلوب أبنائه على اختلاف مشاربهم وتنوع أصولهم وتعدد منابعهم. ونحن اليوم نقول أن التنوع والتعدد مصدر قوة وثراء للمجتمع والوطن، وأن من يحاول إشاعة العداوة والبغضاء في صفوف المجتمع وإثارة الفتن بين المواطنين لا يريد لهذا البلد خيرا، بل يعمل لهدم الوحدة الوطنية ويسعى لتمزيق المجتمع وجر البلاد إلى هاوية الخراب والدمار. ولنا فيما يجري في بلدان عديدة حولنا خير واعظ لنا والعاقل من اتعظ بغيره. إن التوجه الأول للجهد الوطني اليوم يجب أن يكون نحو الإصلاح والبناء وتعويض ما فاتنا خلال سنوات من التوتر والاحتقان وضياع الجهد والفرص، كما يجب الآن التركيز على الحاضر والاستعداد للمستقبل وتجاوز الإنغماس في متاهات الجدل العقيم أو نبش أحداث صارت جزءا من الماضي، وألا تشغلكم عثرات الماضي عن استحقاقات يومكم وغدكم. إن المواطنة الحقة مسؤولية عظيمة وأمانة غالية، وهي حقوق تقابلها واجبات وأخذ يسبقه عطاء ومزايا تعادلها التزامات. وإن صدق الانتماء الوطني هو ارتباط مصيري في السراء والضراء، وإن كل مواطن شريك في المجتمع. ترشيد العمل السياسي
وممارسة الديمقراطية وترسيخ ثقافة الحوار والوفاق. والتسامح والحلول الوسط ورفض الإقصاء وقبول حق الاختلاف واحترام الرأي الآخر، ولكن علينا أن ندرك بأن ذلك لا يتحقق بجرة قلم ولا يتم بين عشية وضحاها، بل من خلال سلسلة من الممارسات والتجارب المتواصلة التي تستوجب عزما صادقا وجهدا مخلصا، وقد تستغرق سنين طويلة وأجيالا. ويعلم الجميع بأن الدول العريقة بالديمقراطية قد احتاجت قرونا من الزمان لتصل إلى ما وصلت إليه في انضاج تجربتها. ولا شك بأن بوادر التشاور والتعاون التي تلوح في الأفق بين المجلس والحكومة تشكل بيئة صالحة وأجواء هادئة مواتية وحوافز قوية للعمل الجاد المخلص وانطلاق مسيرة الإصلاح والبناء والتنمية الشاملة التي يتسع نطاقها لمشاركة كافة أبناء الوطن بجهودهم وسواعدهم ومشورتهم وأموالهم، لا تستغني عن أي جهد صغر أم كبر، ولا ترد أي عطاء قل أو كثر، لأنها مسيرة الجميع لخير الجميع في وطن الجميع. وعندما نتحدث عن التنمية فإن التنمية الوطنية الحقة ليست مجرد مباني شاهقة رغم جمالها، ولا مجرد أسواق فاخرة رغم فوائدها، ولا مجرد طرق ومطارات ومرافق رغم ضرورتها، بل التنمية البشرية تنمية المواطن الصالح والإنسان الإيجابي هي الأساس الأهم والأجدى، وهي الأصعب منالا والأعلى قيمة. ومن هنا فإن رعاية الشباب وتمكينهم تشكل محورا رئيسيا في برنامج العمل الوطني، ويستوجب دعم التواصل مع الشباب والاستماع إلى آرائهم وهموهم وزيادة دورهم ومشاركتهم في إدارة شؤون البلاد وتدريبهم وتأهيلهم وتعزيز قدراتهم على الإنتاج والإبداع والابتكار وخلق مزيد من فرص العمل لهم، ودعم إقبالهم على المشاريع الصغيرة والمتوسطة. إن للمال العام حرمة وحصانة بل قدسية يجب احترامها وحمايتها، وإن مال الدولة هو مال المواطنين جميعا، وإن العبث بالمال العام أو سرقته كسرقة مال الجار أو العبث به، بما يستوجب اتخاذ كل التدابير الجادة لضمان الحفاظ عليه ومنع الاعتداء عليه. ستبرز تحديات ومعوقات في طريق مسيرتنا، فلا نتوقف ولا نتراجع ولا نيأس، فهذه طبيعة الحياة. وكل مسيرات النجاح على مر العصور واجهت الصعاب والتحديات والمعوقات، ولكننا بعون الله وفضله نملك من العزيمة والإمكانات ما يؤهلنا لإنجاز المزيد وتجاوز هذه التحديات. الأخوة الرئيس وأعضاء المجلس المحترمين، تظل الكويت كدائبها دائما صادقة في مواقفها وفية لمبادئها، عضوا حيويا فعالا في جسم الوطن العربي من المحيط إلى الخليج، تفرح لأفراحه وتحزن لأحزانه، لا تتردد في مد يد العون والمساعدة تخفيفا للآلام
وتطميرا للجراح ورفعا للمعاناة ما استطاعت إلى ذلك سبيلا بغير من منة ولا غرض، وبمنع عن التدخل في الشؤون الداخلية في تضامن مصيري مع الأشقاء في الخليج، وتعاون وثيق مع سائر الدول العربية الشقيقة والصديقة. وفي هذا الإطار فسوف تستضيف الكويت قريبا القمة العربية الأفريقية والقمة الخليجية، وكذلك المؤتمر الثاني للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا، والله نسأل أن تكلل أعمالها بالنجاح المأمول في تحقيق غاياتها السامية. هذه أيها الأخوة والأبناء أبرز معالم رؤيتنا للحاضر والمستقبل القريب. فإذا كانت التحديات كبيرة والآمال عريضة، فإن ثقة الكويت بكم أكبر وأقوى، ولي وطيد الأمل أنكم جميعا مجلسا وحكومة ستكونون بعون الله عند حسن الظن، حريصين على التعاون الصادق، باذلين غاية الجهد لما فيه خير ورفعة الكويت ورفاه شعبها وتأمين مسيرتها المباركة بإذن الله على طريق البناء والتقدم، وحمايتها من شرور الأخطار والكوارث المحيطة بها، سائلين المولى تعالى أن يوفقكم ويهديكم سواء السبيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظكم الله، سمو ولي العهد رعاكم الله، سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر، الأخوة والأخوات الأفاضل، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول المولى عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. بالنيابة عن زملائي أعضاء مجلس الأمة وبالأصالة عن نفسي، يشرفني أن أرحب بسموكم وبسمو ولي عهدكم الأمين بين ممثلي شعبكم، الذي يكن لكم من المحبة والوفاء والولاء ما يكافئ مقامكم السامي ويجازي تاريخكم في الصف الأول من جيل الآباء المؤسسين الذين رفعوا دعائم الدولة ورسخوا مبادئ الدستور ووضعوا معالم الطريق. فأهلا بك أبا ومؤسسا وقائدا وأميرا. لقد تشرفنا يا صاحب السمو بحضوركم وتفضلكم بافتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر، وأنصتنا باحترام واهتمام لما تضمنه خطابكم السامي من حكيم القول وسديد الرأي وكريم الدعم، وهو ما جاء تأكيدا وتجديدا لنطقكم السامي في دور الانعقاد السابق من تصميم على بداية مرحلة جديدة من العمل السياسي تقوم على التعاون الصادق بين السلطتين في إطار التكامل والاحترام، وبما يحقق العدل والتنمية والمشروع الوطني للإصلاح الذي تفضلتم بإطلاق دعوته وتوضيح أسسه. ونحن بدورنا يا صاحب السمو نؤكد أننا نتطلع لهذه المرحلة بأيد ممدودة وأفكار منفتحة وعزيمة صادقة، متمسكين بالدستور نصاً وروحاً، وملتزمين بالقانون حزماً وعدلاً، لتعود مسيرة الديمقراطية إلى نهجها السليم وتعاود التنمية نشاطها الصحيح، ونستعيد رقي الخطاب وموضوعية الحوار في السعي لتحقيق رفعة الوطن وآمال المواطن. حضرة صاحب السمو،
إن صفحة جديدة في العمل السياسي الوطني تعني بالتأكيد أن أموراً كثيرة يجب أن يطالها التغيير، وممارسات عديدة ينبغي أن تكون محل إصلاح وتطوير. إنها سنة الحياة وديدن البشر، فتاريخ البشر لا يعرف السكون، والبشر إلى الأمام يتطلعون، وهكذا نحن ينبغي أن نكون. وفي ذلك لا بد أن نطور رؤانا ونحدث غاياتنا ونصلح وسائلنا، فلا يستقيم أن تبقى على حالها في صفحة جديدة يتطلع إليها أهل الكويت. وإذا كانت السلطتان التشريعية والتنفيذية مسؤولتين عن حصاد المرحلة السابقة بكل نجاحاتها وأخفاقاتها وبكل دروسها ومراراتها، فإن السلطتين مسؤولتان عن نجاح المرحلة القادمة بكل تطلعاتها وآمالها وتحدياتها. فالإصلاح لا بد أن ينطلق من الحكومة ومجلس الأمة، بل ويبدأ بهما، ويكون هدفه ترسيخ دولة المؤسسات وتكريس هيبة الدولة وسيادة القانون والحكم الرشيد، وتصحيح الاختلالات الاقتصادية، ورفع القدرة التنافسية لاقتصادنا الوطني، ووضع التخطيط الإنمائي على أسس سليمة، وانتشال الإدارة العامة من أوضاعها المتردية، وتشييد ثقافة وطنية جامعة ومواتية للتقدم والحداثة، وقبل ذلك وبعده ترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص، التي إن أصابها الإهمال والتراخي أصاب الوهنة المجتمع كله. وأجد من المهم هنا أن نتصارح بود ومحبة من منطلق الحرص على هذا الوطن، فالمعضلة الأساسية في تقديري لا تكمن في قدرتنا على الفهم النظري لأوضاعنا، ولا في إمكانيتنا على التشخيص السليم لشؤوننا، ولا في قدرتنا على معالجة مشاكلنا، فتلك جميعاً تتوفر لدينا وأشبعناها لجاناً ودراسات وقرارات، ولكنها للأسف الشديد لم يكن لها إلى التنفيذ سبيل ولا إلى الواقع طريق، وبقي الطي الأدراج المهملة يطويها النسيان. وأخشى القول الأخوة والأخوات إن المغضلة تكمن في غير ذلك، إنها تكمن في إرادة التغيير المعطلة وفي قرارات الإصلاح المؤجلة، إنها في غياب الرؤية الوطنية الجامعة وفي الاختلاف الذي تحول إلى خلاف ومنازعة، إنها في الممارسة السياسية التي عطلت الأولويات وفي الاعتبارات الشخصية التي همشت الكفاءات، إنها في البرامج التنفيذية التي لا تنفذ وفي خطط التنمية التي تعد وتبقى حبراً على ورق، إنها في هدر الموارد والإمكانات وسوء استخدام القدرات والطاقات، وفي ذلك كله إنها في جلد الذات الذي استشرى في خطابنا، وفي حالة الإحباط التي عطلت إمكاناتنا. إنها تكمن في كل ذلك، وذلك لا يبعث على الارتياح ولا يوفر مقومات الإصلاح ولا يتحقق في ظله النجاح. إنها معضلة دون شك، لكنها بالتأكيد ليست مستعصية على الحل، والحديث عنها من باب المصارحة وليس ضرباً من جلد الذات، ولا ينبغي أن يسوقنا إلى اليأس والإحباط. وعلينا جميعاً مسؤولية وطنية لنتوقف عندها، نتأمل في أبعادها، نتحاور في سبل علاجها، ونعمل مجتمعين للتغلب عليها. إن الإصلاح هو الضمانة الحقيقية للاستقرار والتنمية، وفي هذا الصدد لا بد للحكومة أن تستوعب المتغيرات وتكون بمستوى التحديات لتنجح في تحقيق أهداف الإصلاح المنشود، وتستعيد ثقة المواطنين، ويستعيد المواطنون ثقتهم بمستقبلهم. وبالمقابل لا بد أن ينتقل أعضاء مجلس الأمة من مقاعد تمثيل الدائرة إلى مواقع تمثيل الوطن، لكي نعمل جميعاً على توظيف السياسة في خدمة الكويت، بدل أن نسخر الوطن لخدمة السياسة. حضرة صاحب السمو الأخوة والأخوات، إن ممارستنا الديمقراطية سوف تحقق أهدافها بإذن الله، ونظامنا الدستوري سوف يبلغ غاياته بعونه تعالى، والتنمية سوف تؤتي ثمارها بفضله سبحانه، ولكن ذلك لا يكتمل إلا على مرتكزات صلبة ينبغي أن نعمقها في الفكر ونؤكدها في الممارسة. أولها وحدتنا الوطنية التي هي الحصن الحصين لأمننا واستقرارنا، فلا انتماء إلا للكويت، ولا ولاء إلا لها، ولا مصلحة تعلو على مصلحتها. وثانيها
الشراكة الوطنية العادلة باعتبارها أساس المواطنة، فلا عزل ولا إقصاء ولا تهميش، الجميع شركاء والوطن للجميع. وثالثهما قيم الديمقراطية الحقة التي تتوج الوحدة الوطنية وتعزز الشراكة المجتمعية. وآخرها التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية باعتباره أصلاً دستورياً لا يعمل نظام فصل السلطات إلا بموجبه. إن تلك المرتكزات يجب أن تكون دوماً نصب أعيننا ومحل حرصنا وموضع عنايتنا، مجلساً وحكومة، مسؤولين ومواطنين، وسائل إعلام ومجتمع مدني، وعلينا تكريسها في ثقافتنا السياسية وصيانتها في ممارستنا الديمقراطية. وانطلاقاً من كل ذلك على الحكومة أن تقوم بواجباتها الوطنية على النحو الأمثل وتؤدي التزاماتها الدستورية على الوجه الأكمل دون انتقاص أو مماطلة أو تكتيك ومناورة. وعليها تكريس سيادة القانون، فلا يعلو عليه أحد ولا يستثنى منه أحد ولا يكون فوق الدولة ومؤسساتها أحد. فنجعل للقانون هيبة وللدولة مكانة وللنظام احترام. وإنني إذ أقدر بالغ التقدير رغبة الحكومة الموقرة في التعاون الإيجابي مع مجلس الأمة، فإنني أؤكد كذلك على جدية المجلس بإذن الله على ترسيخ التعاون بين السلطتين، غير أن ذلك سيكون له مؤشرات مهمة سيأخذها المجلس بالحسبان وفي منتهى الجدية، ولن يتوانى عن استخدام أدواته الرقابية إذا لم تكن بالمستوى المطلوب، علماً بأننا ننظر دائماً إلى المساءلة السياسية الموضوعية باعتبارها أداة إصلاح لا وسيلة إقصاء، وننظر إلى الرقابة المسؤولة باعتبارها أسلوب تصحيح لا أداة تجريح. حضرة صاحب السمو الأخوة والأخوات، إن ذلك جانب من المشهد الوطني الذي نتطلع إليه، وجانبه المكمل يتعلق بالسلطة التشريعية. ومثلما لمجلس الأمة حقوق واختصاصات، عليه كذلك مسؤوليات والتزامات ومؤشرات يحاسب عليها أمام الله سبحانه وأمام المواطن الكويتي. وأصارحكم الأخوة والأخوات وبكل صدق وأخلاص، ولست بأشد منكم حرصاً ولا أكثر علماً، إن قلقاً بدأ يكبر ويتنامى بين المواطنين بشأن دور مجلس الأمة في التنمية وفي تحقيق أهداف نظامنا الدستوري، قلق يبرره ما شاب مسيرتنا الديمقراطية من عثرات وأزمات خصوصاً في السنوات القليلة الماضية، وهو ما يجب أن ننتبه له ويكون نصب أعيننا دوماً، فنجعل من ممارستنا الديمقراطية ممارسة واعية وحكيمة، ونجعل من مؤسستنا الدستورية قدوة ونموذج. وعلى مجلس الأمة أن يؤدي مهامه بكل أمانة واقتدار، فيجعل أولويات المواطن أولوياته، وقضايا الوطن قضاياه، ومصلحة الكويت فوق مصلحة أعضائه، ولا ينشغل بالهوامش على حساب المهم، ولا يقدم ما يحتمل التأجيل على الأولويات. وقد آن الأوان للعودة إلى الممارسة الديمقراطية الواعية والحكيمة التي تبني ولا تهدم، تداوي ولا تجرح، تجمع ولا تفرق. فالتشريع يجب أن يكون محكماً والرقابة رشيدة وعقلانية، الحوار يجب أن يكون راقياً والاختلاف يحسم بالأساليب الديمقراطية، الأعمال البرلمانية يجب أن تكون وفق الأسس الدستورية وأداؤها بموجب الإجراءات اللائحية، النقد يجب أن يكون موضوعياً يهدف للمصلحة العامة وينأى عن الشخصانية، الاختلاف لا يتحول إلى خلاف وحسمه يكون في الأطر المؤسسية، الممارسة البرلمانية يجب أن تكون بالحكمة والأداء بالجودة والفاعلية. إن الالتزام بذلك هو ما سوف يعزز ثقة المواطن بسلطته التشريعية، ويكرس قناعته بجدوى ممارستنا الديمقراطية، وبشكل خاص الشباب الكويتي الذين هم ثروتنا الحقيقية، والذين يتطلعون إلينا بأمل من أجل مستقبل أفضل لهم ولوطنهم. وهم دوماً يا صاحب السمو محل رعايتكم واهتمامكم، فلم تبخلوا عليهم بدعم ولم تتأخروا عنهم بمساندة، وكنتم لهم دوماً الأب الناصح والموجه المعين. ومن أجل أن نبدأ بشكل صحيح وأسلوب فعال عملنا البرلماني، فقد شرعنا كنواب
وبحماس منقطع النظير بالتحضير المبكر، فبدأنا باستشراف رأي الأمة مصدر السلطات في تحديد الأولويات الوطنية عن طريق استبيان علمي أوضحت نتائجه أن حل المشكلة الإسكانية على رأس الأولويات الوطنية، تليها الصحة والتعليم، ثم عدد آخر من القضايا الوطنية. وإيماناً منا بضرورة وجود آليات جديدة وواقعية لمعالجة تلك الأولويات، سيركز أسلوب عملنا على أن يكون لكل ملف مجموعة نواب بدل أن يكون لكل نائب مجموعة ملفات، مما سيسهم في مزيد من التركيز على الأولويات والتدرج في معالجتها. وفي هذا السياق عقدت عدة اجتماعات تشاورية، وتم الاتفاق على أن تكون القضية الإسكانية هي أولى أولويات دور الانعقاد الحالي دون أي تهميش أو نسيان لبقية القضايا. ولا شك أيها الأخوة والأخوات أن معالجة القضية الإسكانية لا يكون إلا عبر تقديم الحكومة باعتبارها السلطة التنفيذية حلول جذرية قابلة للتطبيق والتنفيذ وفق برامج زمنية محددة. وكل ثقة أن زملائي نواب الأمة لن يدخروا جهداً ولا وقتاً لإنجاز كل المتطلبات التشريعية لتنفيذ الحلول المقترحة من السلطة التنفيذية والقيام بدورهم في مراقبة تنفيذ هذه الحلول. فنحن لا نستطيع أن نواجه الشعب الكويتي الذي منحنا ثقته بأعذار غير مقبولة في معالجة القضية الإسكانية، خصوصاً في ظل توفر الملاءة المالية والأرض الفضاء والأراضي الفضاء. وكلنا ثقة يا صاحب السمو بدعم سموكم وبكريم توجيهكم لأعضاء الحكومة للقيام بما يلزم في هذا الشأن، لكي يكون هذا الإنجاز إضافة إلى رصيد سموكم الزاخر بخدمة الوطن والمواطنين. حضرة صاحب السمو، الأخوة والأخوات، إن الكويت وطننا وملاذنا الذي لا ملاذ لنا بعد الله غيره، وقد رعته عين المولى عز وجل في محن كثيرة، فاجتاز صعوبات وتغلب على تحديات وتجاوز أزمات بفضل الله، ثم حكمة قيادته وصلابة وحدته الوطنية وتمسكه بعقيدته وثوابته. ولكن يجب ألا ننسى أبداً أننا نعيش في محيط إقليمي متلاطم، وإننا جزء من عالم أصبح قرية صغيرة تحكمها المصالح. وعليه فإن سياستنا الخارجية وعلاقاتنا الإقليمية والدولية تلعب دوراً أساسياً في صيانة أمننا الوطني. وقد كنتم يا صاحب السمو الأب المؤسس لسياسة خارجية حكيمة ومتوازنة قادت سفينة الكويت عبر أزمات عديدة إلى بر الأمان، فوضعتم بحكمة قواعدها ومبادئها، ورسمتم باقتدار طريقها وغاياتها، وأدرتم بمهارة دفتها، وقدتم بتفان مسيرتها، وكان ذلك محل عرفان وطني وتقدير إقليمي واحترام دولي. واليوم لا بد أن تتواصل المسيرة، فنحرص على التوازن في سياستنا الخارجية والاعتدال في علاقاتنا الدولية، فنعمل على تعميق علاقاتنا المتميزة مع أشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي، ونوسع نطاقها ونعزز إنجازاتها، ونحرص من جانب آخر على توطيد علاقاتنا العربية والإسلامية على قاعدة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وبما يدعم الحقوق المشروعة والقضايا القومية، ونتمسك بعلاقات دولية إيجابية وبناءة على قاعدة من عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام المشروعية الدولية وحل المنازعات بالطرق السلمية. حضرة صاحب السمو، الأخوة والأخوات، في الختام يحق علي في هذا المقام أن أجدد لكم جميعا فائق شكري وعميق امتناني على ثقتكم الغالية بانتخابي رئيسا لمجلسكم الموقر، وهي ثقة أعتز وأتشرف بها، ومسؤولية أدعو العلي القدير أن يعينني لأكون بمستواها، وأمانة أتطلع لدعمكم وتعاونكم لأداءها بما يرضي الله والضمير، ويحقق مصلحة الكويت وتطلعات شعبها. وأعاهد الله والوطن أن أكون على مسافة واحدة منكم جميعا دون استثناء، مسافة واحدة لا يملأها إلا الاحترام والمحبة والتعاون، ممدود اليد، منفتح الفكر، متفتح القلب على هدى الدستور وفي إطار اللائحة، ومن منطلق الاحترام المتبادل للرأي. وهذا عهد
أعلنه أمامكم ولكم وفي حضور القائد والوالد والرائد، لا خوفاً ولا ضعفاً، ولكن افتتاحاً لمرحلة جديدة من التعاون والإنجاز. وأتمنى أن لا يسيء أحد فهم هذا التعاون على أنه تهاون ليعرقل الإنجاز ويعطل الإصلاح وينحدر بالخطاب بما لا يليق بمكانة هذه القاعة، فليس من شيمنا ولا من شيم آبائنا الهروب من المواجهات المستحقة، فمن أجل الكويت نتعاون ومن أجل الكويت نواجه. وأخيراً يا حضرة صاحب السمو، أختم كلمتي بما بدأتها، فأتشرف بالترحيب بمقامكم السامي وبسمو ولي عهدكم الأمين، وأؤكد امتناني ونواب الأمة جميعاً لحضوركم وسامي نطقكم وسديد توجيهكم، وأدعو الله عز وجل أن يمتعكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، ويؤيدكم بالحق والبطانة الصالحة، ويحفظكم أباً ومؤسساً وقائداً وأميراً. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليتفضل سمو رئيس مجلس الوزراء بإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث بالأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. صدق الله العظيم. حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد حفظكم الله ورعاكم، سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظكم الله، الأخ رئيس مجلس الأمة الموقر، الأخوة والأخوات أعضاء المجلس المحترمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله تعالى ونستهديه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على أكرم خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ونحن نجتمع اليوم إذانا ببدء دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلسكم الموقر، أتقدم إليكم بتحية طيبة ومباركة ودعاء إلى المولى العلي القدير أن يشملنا بعنايته وتوفيقه، وتتحد جهودنا جميعا في تحمل أعباء المسؤولية الوطنية التي نحرص عليها لتحقيق آمال وتطلعات أبناء الكويت الأوفياء. أعاننا الله جميعا على حمل الأمانة والوفاء بها لتحقيق المنشود من الإنجازات، متسلحين في ذلك بالتعاون البناء والتجاوب المعهود لمجلسكم الموقر، ترجمة صادقة للرقبة السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه ونصائحه السديدة التي استمعنا إليها الآن في النطق السامي، والتي ما زال سموه يرددها ويذكرنا بها لنهتدي في إطارها بما يكرس وحدتنا الوطنية ويحقق الإنجازات ويدفع مسيرة البناء والإصلاح التي ينتظرها المواطنين. الأخوة رئيس وأعضاء المجلس المحترمين، لقد أصاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه في خطابه الآن كبد الحقيقة، ووضع أسس النهج الإصلاحي الواجب تفعيلها. وفي هذا المقام وباسمكم جميعاً أتوجه بخالص الشكر وعظيم التقدير والامتنان لسموه حفظه الله ورعاه لدعمه الدائم
وتفضله بالآراء السديدة وتوجيهاته الحكيمة التي تعيننا على حمل الأمانة المسؤولية وتدفع مسيرتنا التنموية أملاً في مزيد من الإنجازات والمكاسب. الأخوة رئيس وأعضاء المجلس المحترمين، لقد اتخذت الكويت منذ الأزل الممارسة الديمقراطية منهاجاً ونظاماً لتكون قدر الكويت وخيارها في سبيل تحقيق الطموحات والآمال التي يتطلع إليها أبناء الكويت الأوفياء. ولا شك أن رفعة الكويت الغالية وازدهارها يستحقان منا مواصلة الليل والنهار لاستمرار العمل المخلص الجاد لمواجهة المسؤوليات الجسام وتسخير كافة الطاقات والإمكانات في إطار التعاون المشترك والثقة المتبادلة والتفاهم البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. إن عالم اليوم وتحدياته أيها الأخوة يختلف عن عالم الأمس وتحدياته، ولا يمكن التعامل مع هذه التحديات وفق مفاهيم الماضي وأدواته وأساليبه. فما كان يعتبر بالأمس شأناً محلياً داخلياً فإنه اليوم تحت بصر العالم ومتابعته واهتمامه، وربما عرضه للتدخلات، وكلنا يشهد التحولات الهائلة والتطور التكنولوجي وثورة المعلومات والاتصالات وأثارها المتباينة على المجتمعات والدول. إننا جميعاً ندرك أن الوضع القائم في البلاد لا ينسجم مع طموحاتنا وتطلعاتنا وإمكاناتنا، ولم يعد ممكناً قبول الاستمرار به، وهو بلا شك نتيجة أرث متراكم عبر العديد من السنوات، ولن يكون مجدياً الاستغراق في الحديث عن تفاصيله وأسبابه وتقاذف المسؤولية عنه، كما أن أعباء الأمانة التي نحملها مجلساً وحكومة وحجم الآمال والطموحات التي يعلقها علينا أهل الكويت الأوفياء تقضي منا وقفة جادة مع النفس للمكاشفة والمصارحة والاعتراف بالخلل والتعامل معه بوضوح وشجاعة لمواجهة المسؤولية في اتخاذ ما يلزم من خطوات جادة وإجراءات فاعلة لإصلاح الوضع وإعداد الأسس السليمة التي تكفل تجاوز الإخفاقات وتجنب تكرار الخلل وتضفي على مسيرة العمل الوطني المزيد من الجدية والثقة والمصداقية في تحقيق الأهداف المنشودة. الأخ الرئيس، الأخوات والأخوة المحترمين، إذا ما تجاوزنا النظرة الجزئية للعديد من قضايانا المهمة دون التقليل من أهميتها، فإننا نرى بأن مشروع الإصلاح الشامل قد بات ضرورياً وضرورة وطنية حتمية، فهو الذي يضع الأسس السليمة للنهج الصحيح ويوقف مظاهر الخلل وأسبابه. فالإصلاح الحقيقي رؤية واضحة جريئة ونهج جاد وقرار شجاع، كما أنه عملية شاملة تطال جميع المجالات والميادين، وإن اجتزاء الإصلاح واختزاله في قضية محددة أو جانب واحد هو تشويه لمقاصده وإضعاف وانتقاص من قيمته، كما أنه طريق طويل وشاق يتطلب الإرادة الصلبة والعزم الأكيد والجهود المخلصة والكثير من التضحيات. إنه عمل تتكامل فيه الجهود والطاقات وتشترك به كافة شرائح المجتمع وأطرافه، مؤسسات وأفراد، وكذلك فإنه عملية قوامها العدل والمساواة ودولة القانون والمؤسسات، يتم من خلالها تطوير خططنا وبرامجنا وتفعيل أدواتنا ووسائلنا وتنمية قدراتنا وإمكاناتنا وإصلاح مؤسساتنا وأجهزتنا ورفع كفاءة وقدرات كوادرنا البشرية. وغني عن البيان بأن الإصلاح لا يتحقق دون نظام قضائي عادل
ونحمد الله تعالى على ما يتمتع به قضاؤنا من كفاءة وعدالة ونزاهة، هو مرجعنا ومحط احترام واعتزاز الجميع. وفي هذا الصدد فإن الحكومة تؤكد على جملة من الحقائق يمكن إيجازها بالآتي: أولاً، أن الحكومة وهي تدرك جيداً ما تحمله المرحلة المقبلة من أعباء، فإنها تمد يدها بقلب مفتوح ووعي مستنير إلى مجلسكم الموقر لتفعيل التعاون المثمر معه تعزيزاً للإنجاز في مختلف الميادين، وعلى أساس علاقة تكاملية لا تنافسية. وفي هذا المقام فإنني أؤكد لكم بأن الحكومة لم ولن تدخر جهداً لتوفير كافة السبل لمجلسكم الموقر حتى يؤدي دوره التشريعي والرقابي المنشود ويمارس التزاماته الدستورية على الوجه الأكمل، وذلك ضمن إطار الدستور والقانون وفقاً للاختصاصات المنوطة بكل سلطة دون تدخل أو تجاوز لحدود أي منهما على الأخرى. ثانياً، إن الحكومة ترحب دائماً بكل توجه إيجابي أو نقد موضوعي بناء، وتحرص على العمل معكم من أجل إحداث النقلة النوعية المطلوبة لتفعيل الشراكة الحقيقية في اتخاذ القرار وتحمل التبعات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. ورائدنا جميعاً في ذلك أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلسكم الموقر والتقاليد والأعراف البرلمانية الصحيحة بما يكرس دولة القانون والمؤسسات التي نطمح إليها، وأنه يجب على الجميع دائماً إجراء المراجعة الموضوعية والتقويمية لمجريات الأمور التي تجري في الساحة المحلية، وذلك في إطار رؤية وطنية جامعة وآليات عمل مشترك نتعاون على ترسيخ أعمالها. ثالثاً، لقد عبر الشعب الكويتي في الكثير من المناسبات عن تطلعاته وطموحاته في معالجة العديد من القضايا المجتمعية، ومنها ما يشكل أولويات عاجلة تنتظر منا جميعاً مواجهة جادة وحاسمة لتوفير الحلول الجذرية المطلوبة لهذه القضايا. ويأتي في مقدمتها القضية الإسكانية باعتبارها أهم مقومات الاستقرار للأسرة الكويتية، وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية. ولا شك أن تحقيق هذه الحلول الجذرية يتطلب أول ما يتطلب إجراء تنفيذي فعال ينطلق من وضوح الرؤية في سلامة التشخيص وجرأة القرار وحسن التنفيذ وشفافيته، وهو ما تحرص الحكومة على تجسيده في برنامج عملها ليكون نهجاً جديداً في ممارسة التنفيذ تنطلق من التنسيق المستمر والتشاور الإيجابي لتحديد أولويات وأساليب والغايات، مع العمل المتواصل في إطار من الحرص على تحقيق المصلحة العامة أولاً وأخيراً. رابعاً، وسعياً لتأمين مقومات الإصلاح وتجسيداً القدوة الصالحة ونظراً لما يمثله الجهاز التنفيذي للدولة من أهمية خاصة في عملية الإصلاح والبناء باعتباره الذراع المحركة للتنمية، لذا فإن الحكومة ستتولى المبادرة في إعداد أدوات الإصلاح وآلياته الهادفة للارتقاء بإداء الجهاز التنفيذي للدولة وضمان حسن تنفيذ هذه الأدوات والالتزام بها، وتتمثل في المعايير الواضحة لقياس الأداء والآليات الفعالة للمتابعة والتقويم وأدوات المحاسبة الجادة التي تكرس الثواب والعقاب وتشجع الإبداع والانضباط وتكافئ الفرص وبرامج علمية مدروسة للتدريب المستمر أثناء الخدمة لمختلف المستويات الإدارية وعلى الأخص المستويات القيادية التي تقود العمل، ليكون اجتيازها شرطاً للتعيين في تلك الوظائف والتجديد والترقية.
كما يجري العمل على اختصار الدورة المستندية لإعداد المشروعات وإنجازها، وبعد أن أصبحت هذه الإجراءات وتعقيداتها حجر عثرة أمام التنفيذ تلك المشروعات في مواعيدها المحددة، على أن ذلك كله سيكون وفق ركائز ثابتة تستهدف تفعيل واحترام الدور المسؤول للجهات الرقابية والالتزام بأحكام القانون والمحافظة على المال العام وتجسيد الشفافية الكاملة في كافة الإجراءات، وبما يؤدي إلى تسريع الإنجاز وتعظيمه وتحقيق آياته. ولا شك في أن كل ذلك لن يتحقق إلا بتعاون مثمر وجاد مع مجلسكم الموقر. خامساً، أخذاً في الاعتبار تنفيذ مضامين النطق السامي والخطاب الأميري في افتتاح دور الانعقاد الأول لمجلسكم الموقر فيما يخص برنامج عمل الحكومة، وبحسبان أنه مشروع يستهدف الإصلاح الشامل وتفعيل التنمية المستدامة وتحقيق المصلحة الوطن والمواطنين حاضراً ومستقبلاً، بما يراعي التوازن بين الطموحات والإمكانات والالتزام والواقعية التي تكفل تنفيذ مكوناته، ويجسد المسؤولية تجاه الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للتنفيذ مع تفعيل المحاسبة الجادة إذا أي تقصير أو تهاون في هذا الإطار. فإن احترام الحكومة للمجلس وتقدير أهمية هذا الموضوع يستوجبان التركيز على جوهر المادة 98 من الدستور ومضمونها ومقاصدها أكثر من ظاهرها، مراعاة للواقع السياسي العملي، إذ لن يكون مجدياً الالتزام بتقديم الحكومة لبرنامج عمل منقوص لا يحقق الغاية منه. وإذا كان الإصلاح الشامل هدفاً أساسياً، فإن عجلة الحياة لن تتوقف حتى تكتمل جميع مراحل الإصلاح، بل إن العمل سيسير في خطين متوازيين متكاملين لإنجاز ما يمكن إنجازه من المشروعات والحلول للقضايا والمشكلات التي تهم المواطنين ومصالحهم. وفي هذا الخصوص فقد أرسلت الحكومة مؤخراً لمجلسكم الموقر برنامج عملها للفترة المقبلة متضمناً الخطوط العريضة والتوجهات والقضايا الرئيسية والأولويات التي تراها الحكومة، كما ستوافيكم الحكومة أيضاً خلال الشهر القادم بمشروع قانون في شأن الخطة السنوية 2013-2014 شاملة الجوانب التفصيلية المتعلقة بتنفيذ مضامين برنامج عمل الحكومة والتفاصيل الإجرائية ومتطلباتها المالية والتشريعية وغيرها، إلى جانب البرامج الزمنية للتنفيذ. كما ستوافيكم الحكومة أيضا في وقت لاحق بمشروع قانون بشأن الخطة الإنمائية متوسطة الأجل، وذلك بالاتساق والتكامل مع ما تضمنه برنامج عمل الحكومة والخطة السنوية، وذلك للوقوف على ملاحظات الأخوة الأعضاء ومرئياتهم باعتبارهم شركاء في المسؤولية والإنجاز. إننا أيها الأخوة نمر بفترة مصيرية بكل المقاييس نواجه فيها تحديات كبيرة في المجالات الأمنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية على الصعيدين الداخلي والخارجي، وذلك في ظل مخاض ومتغيرات متسارعة تعصف بالمنطقة، ولسنا بمعزل عن إسقاطاتها وانعكاساتها، وتظل دولة الكويت حريصة على استمرار نهجها الثابت في سياستها الخارجية، ملتزمة بما جبلت عليه من التزام بمبادئها، تعمل بكل جهد لتعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي وخدمة القضايا أمتنا العربية والإسلامية، وتواصل مساعيها الدؤوبة في نصرة قضايا الحق والعدل والسلام أينما كانت في إطار الاحترام الكامل لسيادة الدول.
ولعل كل ذلك يفرض علينا حسن ترتيب أوضاعنا والتزام الحكمة وبعد النظر في الموضوعية والجدية العمل في معالجة أمورنا وقضايانا، وأن يكون هذا المنبر نموذجاً في صيانة ثوابتنا الراسقة وتكريس الوحدة الوطنية ونبذ الطائفية والقبلية والفئوية وإنكار المصالح الضيقة وتجسيد الممارسة الديمقراطية السليمة، وأن تكون مصلحة الكويت هي رائدنا دائماً وتسبق أي اعتبار. إلى ما نحتاجه خطة عمل مشتركة في بعديها الحالي والمستقبلي تحاكي الواقع وتتوازن فيها الطموحات مع إمكانات تحقيق التنمية والرفاه المستدام في الوطن الكريم الذي لم يبخل علينا بالعطاء فاستحق منا الولاء والوفاء. ولعل ما يدفعنا إلى المزيد من التفاني ومضاعفة الجهود هو ما نشهده من اهتمام ومتابعة والدنا وقائد مسيرتنا وسهره وحرصه على رسم معالم طريق نهضتنا لتكون كويتنا الغالية في مكانتها المستحقة. الأخ الرئيس، الأخوات والأخوة أعضاء المجلس المحترمين، إن الكويت هي أولاً وهي أخيراً وهي الدرة المكنونة في وجدان كل منا، وهي الأمانة التي سوف نسأل عنها أمام رب العالمين أولاً ثم أمام حضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاه وأمام مجلسكم الموقر وأمام أبناء هذه الأرض الطيبة. ولن يرحمنا التاريخ إن تخاذلنا أو تهاوننا في مواجهة التحديات وخوض الصعاب لتحقيق الازدهار واستمرار الرخاء، وإن قدرنا وخيارنا هو العمل المتواصل لتجسيد الأمانة وبلوغ المراد من الغايات من أجل حاضر زاهر وغد واعد بإذن الله. نغرس بذور الأمل ونزرع روح التفاؤل ونعقد العزم على وفاء الدين لكويتنا الغالية وأهلها الأوفياء، ونحفظ أماناتها ونصون أمنها وسيادتها ونعلو بنائها. نسأل الله دائما العون والسداد، وأن يحفظ وطننا الغالي من كل سوء وشر، وأن يديمه عزيزا شامخا مرفوع الراية عالي الهامة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله ورعاهما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستأذن حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله بانتهاء حفل الافتتاح، وأرجو من الأخوة الأعضاء التوجه إلى استراحة الأعضاء للتشرف بالسلام على حضرة صاحب السمو، كما أرجو من الضيوف الكرام البقاء في مقاعدهم حتى مغادرة حضرة صاحب السمو. إذن أيها الإخوة والأخوات، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة وقائع حفل افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي 14 لمجلس الأمة، حيث ألقى الأمين العام لمجلس الأمة مرسوم الدعوة. بعدها ألقى حضرة صاحب السمو النطق السامي والخطاب الأميري، حيث أبدى سموه حفظه الله في نطقه السامي عن تفاؤله بالفترة الأخيرة من حرص مشترك بين المجلس والحكومة، وكذلك تطرق حضرة صاحب السمو في نطقه السامي
أن الدستور هو مرجعكم أيها الأخوة والأخوات، وكان موجه كلامه إلى أعضاء مجلس الأمة الذي يحكمكم، وأيضا هو الدستور وهو يعتبر أيضا الميثاق، ولنا في قضائنا العادل خير ملاذ فيما نختلف حوله. أيضا أشار سموه في خطابه الأميري إلى مظاهر الخلل التي قد تؤثر على التنمية والاقتصادية، وقد حان الوقت أن نتجاوز وأن نصحح هذا الخلل. الآن أيها السادة، في هذه اللحظات يتشرف أعضاء مجلس الأمة بالسلام على حضرة صاحب السمو أمير البلاد، وأيضا أخذ صور تذكارية مع سموه. هذه الصورة بلا شك سوف تجسد التعاون والأخوة، وأيضا تجسد العلاقة بين الحاكم والمحكومين. إن الحكومة بلا شك قد سلمت برنامج عملها إلى مجلس الأمة بالفترة الأخيرة، وهذا البرنامج يتضمن العديد من النقاط المهمة التي نسأل الله تعالى كل توفيق وسداد لمجلس الأمة وأيضا الحكومة في تنفيذ هذا البرنامج. إذن أيها السادة، حضرة صاحب السمو أشار في خطابه بأنه قد حان الوقت الآن بالنهوض بالتنمية الاقتصادية، وأن يكون التنمية بالدرجة الأولى، أن تهتم المجلس وأيضا يهتم الحكومة بالتنمية البشرية. أيضا وأشار حضرة صاحب السمو بأن هناك العديد من الأولويات، ولكن هناك أولوية مهمة، وهي دائما وأبدا أن نكون حماة لأمن الكويت واستقرارها، والعمل أيضا على إسعاد الكويتيين وأن نؤمن لهم الرفاه في وطنهم. لقد أكد حضرة صاحب السمو أيها السادة في نطقه السامي في مجلس الأمة أصالة الشعب الكويتي وما جبل عليه أبناؤه من حب وتراحم ووحدة وتضحية، وأيضا تمسكهم بقيمهم الأصيلة للوصول، وأيضا تحديهم للعديد من الصعاب وتجاوزهم التحديات الوصول إلى الكويت الحديثة الآمنة المطمئنة بما تتميز به من مكانة عالمية، وما تتمتع به من حرية وأيضا ديمقراطية. مستذكرا أيها السادة سموه حفظه الله في خطابه جهود الأجيال السابقة في بناء الكويت، وأيضا تطرق إلى تضحية الشهداء والأسرى وما تعرض له من اعتقال. لقد بيّن سموه أيها السادة في خطابه اليوم أنه يشعر بما يشعر به الشعب من أحداث قد يعني تكون نهايتها الضرر بالوطن، وأيضا أشاد سموه وبدور الحكومة والمجلس بالفترة الأخيرة، وأيضا روح التعاون التي يعني أبدى حضرة صاحب السمو تفاؤله من خلالها. لقد ذكر سموه أيها السادة بأن الله قد أنعم علينا نعما كثيرة تستوجب الحمد والثناء لحفظها ودوامها، مبينا في خطابه أن هذه النعم تكمن في النهج الصحيح والنهج الديمقراطي الصحيح، وأيضا بالتمسك بالدستور، وأيضا المؤسسة الديمقراطية، وأيضا التمسك بالحرية الإعلامية، وأيضا يجب أن يكون هناك نوع من التآلف والتلاحم في المجتمع الكويتي. أكد سموه أن من واجبنا وأيضا من مسؤولياتنا جميعا الحفاظ على هذه النعم والحفاظ على أمن البلد وعدم الخروج عن الأطر القانونية وعدم نشر الفوضى، وأيضا نبدأ الممارسات غير المسؤولية وتفويت الفرصة على من يريد الشر بنا واحترام القانون. لقد بعث سموه من خلال هذا الخطاب برسالة للشعب مفادها أن الكويت ليست لفئة دون غيرها، فهي للجميع بمختلف مشاربهم ومذاهبهم وأطيافهم دون تمييز أو تفضيل. وأشار سموه إن حب الوطن يقاس بالعطاء والإخلاص له. أكد سموه في خطابه أيضا بحماية الدستور وأنها مهمته، وأنه لن يسمح بالمساس به لكونه الضمان وأيضا الاستقرار الحقيقي لهذا البلد. مؤكد سموه تأصيل الديمقراطية وأنه ليس لها بديل. أيضا طالب سموه في خطابه الشعب بمختلف أطيافه، وأيضا بضرورة إدراك الأخطار والتحديات وأيضا انعكاساتها على مقدراتنا وأيضا مكتسباتنا، خصوصا ما تشهده المنطقة من تطورات، والحرص أيضا على عدم إتاحة الفرصة لمن يريد أن يستغل هذه التطورات للعبث بأمننا. مؤكدا سموه حفظه الله أن الولاء للوطن يجب أن يترجم من شعارات إلى ممارسات جادة للحفاظ عليه وحمايته وأيضا ورفعته.
طبعا أيها السادة، تطرق سموه في خطابه إلى الشباب وأيضا إلى حمايتهم من الأفكار الهدامة، وقال بأن للشباب خصوصية لابد أن يهتم بها المجلس وأيضا الحكومة، حيث بيّن أهميتهم واستثمار طاقاتهم وأيضا عقولهم بما ينفع البلد وإبعادهم عن الأفكار المشوهة والهدامة. وبيّن سموه أن هذه المهمة موكلة لجهات أربع، هي الأسرة لكونها البيئة العائلية، وأيضا المدرسة لكونها ترمز للتربية والتعليم، والمسجد لأنه يرمز للمؤسسات الدينية، ثم مؤسسات المجتمع المدني التي ترمز للمؤسسات المجتمعية المدنية. إذن أعطى أيضا في خطابه أيها السادة حضرة صاحب السمو نظرة للمستقبل، وتطلع سموه يعني نظرة ثاقبة إلى المستقبل، وأشار أننا سوف نعيش مرحلة يعني حاسمة وجسيمة تفوق ما مررنا به، ما يتطلب المزيد من الجهد، ما يتطلب المزيد من العمل والحكمة والتعاون والحوار، مع وجوب أن تكون هذه المرحلة المستقبلية مبنية على أساس متين وقاعدة صلبة تتمثل أيها الإخوة والأخوات في الوحدة الوطنية، ونبذ التحزب والتعصب والتناحر، ورفض الفتنة، والاستفادة من تجارب الغير سواء كانت إيجابية أو سلبية. لقد كان سموه أيضا أيها السادة في العديد من خطاباته أمام مجلس الأمة يطالب دائما بفزعة وطنية من الشعب عموما ومن الشباب خصوصا للحفاظ على الوحدة الوطنية وحمايتها وبناء الكويت المستقبل. لقد استخدم سموه أيها السادة هذه الكلمة لما لها من معنى شعبي في شحذ الهمم وأيضا استنهاضها، والتعاون وتضافر الجهود لأهل الكويت الذين يعني بلا شك سوف يكونون على المسؤولية في ذلك، مثلما نشاهد وإياكم أيها السادة. يتشرف أعضاء مجلس الأمة الآن بالسلام على حضرة صاحب السمو وأخذ بعض الصور التذكارية مع سموه، وأيضا نشاهد وإياكم تلك الأحاديث الودية الأخوية الطيبة التي يتناول حضرة صاحب السمو وسمو ولي العهد مع أعضاء مجلس الأمة. إذن أيها السادة، الديمقراطية هي التي عهدناها أداة تعمق المواطنة، أي جوهر المواطنة والانتماء للوطن، وتعلي مصلحة الوطن، وتعزز الوحدة الوطنية، وهي تجمع ولا تفرق، وتؤلف ولا تشدد، تبني ولا تهدم. إذن أيها السادة، وما نشاهده الآن خير دليل على ذلك من تواصل وعلاقة حميمة بين الحاكم والمحكوم، وأيضا نشاهد ذلك التعاون المثمر بمشيئة الله بين مجلس الأمة ومجلس الوزراء بإذن الله تعالى. وما نشاهده الآن من هذا التلاحم وهذه الصور التي ننقلها عبر شاشة تلفزيون دولة الكويت تؤكد الانضباط وأيضا تؤكد الالتزام الذي سوف نشاهده خلال المرحلة القادمة من الحياة السياسية في دولة الكويت. إذن أيها السادة، ديمقراطية ممارسة وليست شعارات، والخيار الديمقراطي أصبح موضوعا محسوما، وكل المؤشرات تؤكد أن السلطة والشعب في الكويت تتقاسمان الحرص على استمرارية النهج الديمقراطي، فتجربة الكويت أثبتت أن الديمقراطية خيار نهائي وأسلوب حياة وحكم تسعى كثير من الشعوب لنيله. فحصلت بعض البلدان على الديمقراطية من خلال العنف والثورة والحروب الأهلية الطاحنة، وحصل عليها البعض الآخر من خلال التفاهم والتطور الطبيعي لنشأة المجتمع والفهم الصائب لمعطيات العصر، كما هو الحال في الكويت ولله الحمد وغيرها من الدول. هذه الشعوب وهذه الدول التي عرفت النهج الديمقراطي تسعى بكل ما أوتيت من قوة الحفاظ عليه واستمرارية هذا المكتسب الحضاري، لذا دعمت الكويت مفهوم الديمقراطية بمزيد من الإجراءات، أهمها شعبية الوزارة، وأيضا استحداث الحكومة لمنصب جديد هو منصب النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وأيضا إلغاء محكمة أمن الدولة، وأيضا غيرها من الأمور وغيرها من الإنجازات في الحياة السياسية. نستطيع القول أيها السادة أن الديمقراطية يعني منحت الشعب الكويتي القدرة على الفهم والتفاهم والقدرة على التأقلم مع مستجدات العصر والأخذ بها وفق المعايير الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتعارف عليها، دون القفز على المعطيات الحاضرة أو
تحجز أو رفضي للمفاهيم المعاصرة والمكتسبات الإنسانية بتنوع مصادرها. وتجربة كويتية مثلما نشاهد وإياكم أثبتت أن الخيار الديمقراطي هو الذي نأى بالدولة بعد توفيق ورعاية الله سبحانه وتعالى حتى في أحلك ظروف الاحتلال عن دائرة العنف السياسي والاجتماعي والصراع على السلطة كالذي يعني تتعرض له بعض البلدان في ظل ظروف سياسية واقتصادية حرجة التي تمر بها المنطقة. نشاهد وإياكم أيها السادة وعلى الهواء مباشرة تشرف أعضاء مجلس الأمة بالسلام على حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه الذي تفضل اليوم ورعى بحضوره حفل افتتاح دور الانعقاد العادية الثاني للفصل التشريعي 14 لمجلس الأمة في قاعة عبدالله السالم. إن موضوع الديمقراطية وحكم الإنسان لنفسه أيها السادة هو موضوع هذا العصر وقضية عالمية تهم كافة المجتمعات، ويجب الاعتراف بأننا بتنا نعيش في وضعية وحقبة زمنية تتطلب أن يكون هناك أدنى قاسم من الحفاظ على كرامة الإنسان ليحيا بحرية وديمقراطية في مجتمع لا يعاقبه على ما يكتب ولا كيف يفكر ولا ماذا يقول أو يؤمن ضمن عقيدة أو نظم وتقاليد وتراث المجتمع. ولا شك أيها السادة أن مشاركة المواطن بتقرير مصير الوطن تلعب دورا بارزا في الحفاظ على المكاسب وترسيخها، ولذلك فكلما كان هناك نهج وتوجه لدى المجتمعات والأنظمة نحو الديمقراطية كلما رسخت المكتسبات وقلت المضايقات واختفت المعارضات. في الكويت هذا البلد الصغير أيها السادة نشاهد روح الممارسة الديمقراطية بدأت منذ عام 1752 ميلادية عندما وافق المجتمع في تلك الفترة على تنصيب آل الصباح حكاما على الكويت عن طريق ما عرف بالإجماع والشورى. فحكم العائلة الحاكمة أتى عن طريق ديمقراطي أشبه بما يعرف أيها السادة بالانتخابات، حيث وافقت الأغلبية من سكان الكويت على من سيحكم هذا المجتمع الصغير البسيط، وهكذا حصل الكويتيون على ما أرادوا دون أن يفرض عليهم حكم، وكان هذا البناء الأول لتأهيل الديمقراطية في المجتمع الكويتي الصغير. إن أهم ما يميز أيها السادة روح الممارسة الديمقراطية الكويتية هو استمرارية روح العطاء حتى في أشد حالة التوتر وأيضا أشد حالات الأزمات التي مرت بها الكويت كدولة ونظام. إن الكويت لها أيها السادة تاريخ عريق وقديم بالمشاركة السياسية، فالكويت كانت أول شعب خليجي انتخب مجلسا تشريعيا في عام 1938 وكتب دستورا واختار أعضاء. في هذه اللحظات يغادر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله مجلس الأمة بعدما تفضل بحضوره ورعايته لافتتاح دور الانعقاد العادية الثاني للفصل التشريعي 14 لمجلس الأمة في قاعة عبدالله السالم، حيث يقوم الآن بتوديعه في مجلس الأمة رئيس مجلس الأمة مرزوق علي القانم وأيضا نائب رئيس مجلس الأمة
في هذه اللحظة وسادة يغادر حضرة صاحب السمو. إذن في هذه اللحظات يغادر القائد والوالد قاعة مجلس الأمة بعدما شارك بهذه الاحتفالية الكبيرة في مجلس الأمة وفي قاعة عبد الله سالم. إذن وسادة نحييكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السحر لما دنا غنى لنا الأشعار يا دارنا.